شارك أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بالسفارة المصرية بواشنطن والقنصلية في نيويورك. قال سفير مصر بواشنطن ياسر رضا أن المصريين في الولايات المتحدة أبدوا حرصا كبيرا على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن وفودا كثيرة قد وصلت من مختلف الولايات الأمريكية إلى واشنطن ونيويورك للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن السفارة المصرية قامت بجميع التسهيلات التي تضمن الحفاظ على أصوات أبناء الجالية المصرية وتسهيل إدلاء أصواتهم والرد على استفساراتهم وعلى كافة التساؤلات. السفارة في واشنطن وبالتنسيق مع القنصليات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية تم يعني وضع برنامج عمل من بدري، يعني مش بس ان هو وليد الساعة، لا، احنا الموضوع يعني هناك استمرار للعمل دائما حتى بعد الانتخابات الرئاسية. احنا دائما في تواصل بيننا وبين الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لوضعهم في التطورات اللي بتحصل في بلدهم، وده شيء مهم جدا، فاحنا لم ننتظر فيه للحظة الوصول للاستفتاء. ده بالنسبة للمضمون. بالنسبة للشكل طبعا احنا زي ما حضرتك شايف ان هو في تجهيز كامل لمقر الانتخابي او مقر الاستفتاء، بحيث ان هو يحمل كل مظاهر الراحة يعني الجميع، ما في قاعة للانتظار ما توفر فيها كل الامكانيات وكل وسائل الراحة بالنسبة لهم. في اعداد الموظفين هنا في السفارة كلهم تحت امر يعني العملية الانتخابية، بحيث ان هو لا يستغرق يعني وقت اي مواطن اكتر من دقيقتين. وطبعا بالتنسيق ايضا مع المنصات العامة والجانب الامريكي تم توفير سبل الامن وللمقرات الانتخابيه، وده شيء طبعا مهم جدا جدا ان كل مواطن يشعر ان هو جاي في امان. طبعا احنا كمصريين عايشين هنا في الولايات المتحده الامريكيه، احنا على طول على اتصال بوطننا الامه ومنتابع الاخبار. الفتره اللي فاتت كان في حجم كبير من الانجازات، حجم كبير من الاستقرار اللي بتشهده مصر بعد سنين كنا تعبانين فيها، فكان لازم ان احنا نيجي ونقول نعم للدستور، نعم للتعديلات الدستوريه، علشان ده في مصلحتنا وفي مصلحه اولادنا وفي مصلحه الاستقرار اللي احنا كلنا كمصريين حريصين عليه. طبعا حرصنا ان احنا عايزين دولتنا تكون ماشيه لاحسن ثم احسن، واخد بالك؟ واحنا مع الدستور، فاي تغيير في صالح البلد في اي دوله في دول العالم بتتغير الدستور لما يكون في صالح البلد او في صالح الدوله. وانا عايش في امريكا بقالي 38، حصل في امريكا قبل كده مش اول مره، في اي دوله ان كان، واحنا مع الدستور مع الدوله المصريه طبعا.